السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي عبد العزيز، أنا كسر عزيز كسر وياكم مقطع جديد من قناة عزيز كسر من أوفر واتش طبعا. ما أدري ليش طبعا ماني ما أتوقع قد نزلت مقطع أوفر واتش، كل ما أجي أنزل مقطع أسحب. أنا كنت مصور، تخيل كنت مصور مقطع لإيفنت أبرايزنج ونسيته، ونسيته من ذاك اليوم، نسيت إنه معايا مقطع فعشان ما عدلته فنسيته، نسيت إني أعدله وكذا. المهم خلينا نخش المقطع عشان أبغى المقطع يكون قصير. المقطع يكون كيف يكون نظام القناة إن شاء الله في رمضان، إن شاء الله هنشتغل بس أول يومين كذا احتمال، مو مرة عشان عارفين كيف تكون تفطر عند أهلك، عند عمانك جدانك زي كذا العزايم وكذا، فاحتمال كذا أول أسبوع كذا نكون شوية مشغول. احتمال ينزل لكم 3-4 مقاطع، أوكي هتنزل مقاطع. فاللي أبنزله أنا احتمال أوفر واتش، ما أتوقع يكون في كود كثير، أغلبيته يكون أوفر واتش وبس عن الإيفنت الجديد. طبعا هينزل لكم مقطع كمان قريب عن الإيفنت الجديد، فاحتمال أنزل سلسلة لقطات زي كذا في أوفر واتش، مع إنه ما أجيب لقطات مرة خطيرة لكن يعني في لقطات يعني. فنشوفكم على خير إن شاء الله في رمضان، وكل عام وأنتم بخير، الله يبلغكم بشهر مبارك، مع السلامة.